احواذ الله اين عشيرتي وسرات قومي اين اهلي ودادي اين الكمات واين جدي حيدر مرد القرون وصارع الأساد منهم خلايا تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي أترى يعود لنا الزمان بقربهم كأنك يا أبو حمزة ما تدرش صاب يعقوب فاقد ولد واحد وخلى قلبه يذوب وانا نظرت حسين فوق القاع مكبوب وصندوق صدرك اسرين ابلع وجيه ويما 18 قمر مثل الضحايا ظلوا يا ابو حمزه على الغبر عرايا ومن على شاطئ النهر شايل الرايه ما بقت العدوان في جسمه بقيه هذه المصيبه شلون اوصف لك محنها حرق الخيم لو فرت النسوان منها لو طفله الطاحت شال الضعن عنها يا لا مجلس ابن زياد لا مجلس أمية بعيد البلاء عنك يا ابو حمزة ولا تشوف ذاك المصاب اللي دهاني برض لطفوف تنسلب عماتي وتتستر بالجفوف وحتى الرضيع عند بحر برض الغاضري انسان عيني يا حسين وخيو يا املي وعقد جماني من ضاد يا امالي دعوتك لا تجيب إلى روحه وأرواح موتى شيعة أمير المؤمنين هدي للجميع الفاتحة مع الصلاة.